وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا مع هذا اللقاء الجديد من لقاءاتكم مع برنامج فكر واربح. ما هي هذه اللعبة؟ لعبة البالية. متأكدين؟ هذا حسب معلوماتنا. لعبة الهوكي أعتقد. لا لا هو الهوكي. 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 متأكد؟ فوق غصنك يا زيتونة هذا فيروز أعتقد. فريد الأطرش. فريد الأطرش عفوا. فريد الأطرش. أيوة. إيش اسم الأغنية؟ فوق غصنك يا زيتونة. فوق غصنك يا زيتونة. يا زيتونة. فوق غصنك يا ليمونة. يا ليمونة. يا ليمونة. أيوة. مو زيتونة يعني. لا ليمونة بعد. صحيح الإجابة صح. تمانية. شكرا لكم، شكرا على حضوركم مشاركتكم لنا برنامج فكر واربح.